السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين الكرام كديرين، اش اخباركم؟ اتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. المهم انا رجعت لكم بعد غيبة طويلة شوية، لاني كانت لي ظروف صحية ما بقيتش سجلتش، لهذا ما بقيتش جبتوني. المهم اول حاجة بغيت نبارك لكم العواشر، بان نحن في النص ديال شعبان. مبروك عواشركم بالصحة والسلامة وبطولة العمر، باش ما تمنيتوا يا ربي والله يبلغنا ويبلغكم شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. المهم بغيت نقول لكم انني ما تفعلت لي القناه ديالي، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم انتم المتابعين ديالي اللي بدعمكم وتشجيعكم انني دائما الحمد لله انني دائما غاديه زيد القدام. وهذا كنشكركم بزاف 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 بزاف، يعني باعماق القلب ديالي كل اللي كيتابعوني، وحتى اللي ما مشاركيش في القناه ديالتي، يعني راه كنتمنىكم انكم تشاركوا في القناه ديالتي، ومرحبا بكم والف مرحبا. وهذا يعني كيفرحني بزاف بزاف. اللي كيفرحني انني ولدت عندي واحد الاسره صغيره، وان شاء الله بشويه بشويه غادي تكبر ان شاء الله باذن الله. لانني تفاجأت صراحه انني عندي متابعين من جميع الفئات العمريه، حتى من الاطفال ديال 13 سنه وما فوق، يعني عندي حتى الشباب والرجال والنساء. هذا كيفرحني بزاف بزاف. وكما وعدتكم انني ان شاء الله انا قناتي غنقدم فيها المحتوى الهادف المفيد. ما انتم كتشوفوا اننا احنا دائما تنشوفوا ان التفاهه هي اللي عامله ضجه، وهي ولكن احنا دائما نكونوا حريصين نقدموا ما هو مفيد، نطلعوا شي حاجه فائده. اما التفاهه صافي احنا عينا منها، ما داكشي ما تفيدش. احنا ماشي، احنا الحمد لله اذكياء، وانسان تقدر بحاجه مفيده اللي غتنفعوا في حياته، ماشي شي حاجه تافهه. المهم هذا ماشي موضوعنا اليوم. بغيت نشارك معكم في هذا الفيديو واحد الكريم، يعني قلت لكم دائما انا غنشارك معكم الحاجه اللي مجربها انا شخصيا وما لفاتني، غادي نشاركها معكم. المهم اليوم غنشارك معكم واحد الكريم، وهذا الكريم بما انني كيتابعوني جميع الفئات العمريه سواء شباب مراهقين رجال، يعني هذا الكريم غيستعملوه كل شيء، النساء والرجال، لاننا كنعرفوا ان كل شيء تعاني من المشكل البشره ديالته، يا من حبوب يا من بقع يا من مسام واسعه يا من لي بوان نوار، يعني الرؤوس السوداء. هذا الكريم زوين بزاف بزاف، حتى ان الاطباء تيوصفوه، ولكن هما تيوصفوه على اساس الحبوب الحب الشباب صافي، شي حاجه اخرى من غيرها ما تيقول لي، ما كيعطومش معلومات كثيره عليه. المهم بغيتكم تتبعوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر، باش تشوفوا اننا نعطيكم جميع المعلومات عليه وواحد طريقه الاستعمال ديالو. لهذا كنقول لكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وانا كنحاول انني ما غاديش نطول معكم الفيديو، غنختصر لكم، ما غاديش نطول معكم بزاف على الكريم، ما نختصر لكم، ولكن تبعوه من الاول حتى الاخر باش تعرفوا كاع جميع الفوائد ديالو. هذا الكريم هو كريم ديفيرين، كريم ديفيرين راه ممكن غيكون الناس عارفينه وممكن غيكون شي ناس ما عارفينوش. المهم كريم ديفيرين كاين، هو كاين كريم وكاين جيل. هذا عندي انايا كريم ماشي جيل، لان الكريم اهم. انا هو باش تعرفوا انني كنستعملو، ها هو هذا كريم وكاين جيل ديالو. المهم هذا الكريم راه واعر بزاف زوين، هو قلت لكم تيستعمل على ود لحب الشباب، وهادشي اللي كيوصفوا الاطباء، ولكن هو راه ما كي راه بزاف الوقت عدو بزاف بزاف. المهم هذا الكريم ديفيرين زوين مقشر بالنسبه للناس اللي بغا يقشر البشره ديالتهم، واني كنت ديجا نزلت فيديو ديال المقشر فانيش، وجاوني تساؤلات بزاف مع المتتبعات ديالي على ود الكريم فانيش، وكانت واحد المتتبعه ديالي كنحيه منها، تنقول لك شكرا لك حيبه. المهم هذيك الاخت شراته وسولتني على طريقه الاستعمال ديالو وشنو ندير شنو ندير. المهم انا شرحت لها، تواصلت معها. هذا رخيص بالنسبه للفانيش، ممكن تلقاو بثمن قلت لكم شويه غالي، اما هذا في المتناول، لان الثمن ديالو غير 70 درهم، 70 درهم يعني بمتناول الجميع. وقلت لكم انه عنده واحد النتيجه زوينه بزاف، ولكن النتيجه ما غتبانش، يعني نقول لكم في شهر ولا يعني الاقل 3 شهور، 3 شهور لكم انا غتبان لكم النتيجه في 3 شهور. هذه هي اقصى حاجه، يعني اقصى حد ممكن 3 شهور غتبان لكم النتيجه، ولكن لا تبعتوا الطريقه الصحيحه ديال هذا الكريم، لانه هو مقشر ومرطب، لانه فيه فيتامين او، يحتوي على الفيتامين او، ولكن راه ماشي قوي لانه 0.1%، ما عندوش واحد القوه. اما الجيل ديالو اقوى منه،
وعلى فكرة هذا الكريم ديال ديفيرين راه يتستعملوا جميع انواع البشرة، يعني المختلطة الجافة الدهنية، اما الجيل كيتستعملوا غير المختلطة وكتستعملوا البشرة الدهنية. لهذا كننصحكم تستعملوا الديفيرين الكريم احسن. اللي عنده بشرة دهنية وبغى يستعمل الجيل يستعمل هذا هو الاول، تتعود عليه البشرة عاد من بعد ان شاء الله يستعمل الجيل، ما كاين حتى شي مشكل. المهم طريقة الاستعمال ديال الكريم ديفيرين، خاصكم ديروا اول حاجه البشره، كنقول لكم تنظف البشره تكون نظيفه، نغسلوا البشره بالليل نغسلوها مزيان ومن بعد غنشفوها، وغادي نديروا يعني راقط شويه ماشي بزاف، يعني قد هكا نقول لكم قد هكا، ها هي قد هكا اللي غادي ديروا، هادشي ما غتفوتوش، هاد شويه غادي تدوزوا على الوجه ديالكم كله، فهمتوا؟ غدوزوا على الوجه ديالكم كله، مش غتقولي هادي باغا تقضي ليا والو، لا دابا حتي اول مره غادي تستعملوه غديروا غير ساعه، ما غديروش بزاف، المهم انا ما غاديش نضيعو نحطو على وجهي، غديروا غير ساعه ديال الوقت صافي، ساعه تغسلوه، من بعد ساعه تغسلوه غادي تنشفوا البشره ديالتكم، تنشفوها وتحطوا مرطب، انا كنقول لكم حطوا مرطب، الترطيب مهم في هاد المرحله هذه، لان لما درتوش المرطب راه غادي تكون عندكم نتيجه عكسيه، غادي معروفه القضيه اننا دائما اي مقشر خصنا نرطبوا البشره ديالنا. المهم اول مره غادي تستعملوه غديروا ليله لكم، غادي تبقاو ديروه بالليل، غديروا اول مره غتستعملوه غديروه غير ساعه، غنديروه ساعه ونغسلوه ونرطب الوجه ديالنا بالمرطب اللي كتستعملوه. كل واحد عنده مرطب يعني خاص به، ماشي عندي شي مرطب معين، هو كاين واحد المرطب اللي كيقولوا سيتافيل لانه زوين بزاف، خالي من المواد الكيميائيه، زوين بزاف ولكن غالي، داير واحد 150 درهم، لهذا ممكن اللي في متناول ديالو يشري، اللي ما عندوش راه يشري اي مرطب يبغى او زيت ارغان او اي حاجه عنده تتعجبه هو، ماشي عندي شي حاجه محدده نقول لكم ديروها، هذا كيبقى اختياري. المهم في الاسبوع الاول غادي نديروه 3 مرات في الاسبوع ساعه صافي، الاسبوع اللي من بعده غنبداو نديروه تاني، نديروه ليله، نديرو الوجه هنا كامل ليله ونقطعوه يومين ونديروه تاني نهار واحد اخر بحال هكا، نديروه مره ليله واحده ونقطعوه يومين وانتمو غادي بهذه الطريقه هكا. الاسبوع الثالث عاد غنبقاو نديروه يوميا، اهم حاجه علاش؟ حنا باش نتعود على البشره، غنتمو غادي حنايا نعودو على البشره بالتدريج، ما غنديروش دفعه واحده، علاش؟ لانه هذا كاين اللي غيسبب لي الاحمرار ياك، ولكن اللي سبب لكم الاحمرار غادي توقفوه، غادي توقفوه. ولكن تنقول لكم واحد الفكره، ناحيه الفم ما ديروش الديفيرين تحت الفم ديالكم، وما ديروش في الجناب ديال الانف ديالكم ومحيط ديال العين ما ديروش، علاش؟ حيت هذيك المناطق رقيقه بزاف، رقيقه بزاف وغتحرق ليكم، غتكحل، غتولف عليك خوليه. المهم انا ركزوا على القضيه هذه، عشان قلت لكم تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. والمناطق اللي حول الفم ما نديروش ليها، وجنب الانف ما نديروش ليه، وحول العين هادو تادوهم ما ديروش، ديروا في اي منطقه في الوجه ديالكم. وباش نقول لكم ما تهيش ليكم البشره، غتاخذوا شويه من هذاك المرطب اللي كديروا وخلطوه مع الكريم ديفيرين وديروا الوجه ديالكم، ان شاء الله ما غيوقع لكم حتى شي حاجه. المهم هذه هي طريقه الاستعمال، انا كنقول لكم تبعوا طريقه الاستعمال بالخطوات هذه، وان شاء الله تنقول لكم ترطيب من بعد ما نغسلوا وجهنا، ترطيب وبنهار ان شاء الله مع كنتعرضوا للشمس، ضروري من واقي الشمس، رد البال ضروري من واقي الشمس، ويعني تبعتوا هذه النصائح كلها راه غتعطيكم واحد النتيجه زوينه بزاف، وعلى حسابي لانني انا كما قلت لكم راني تبعته والله تغزال بزاف بزاف. بالنسبه اللي عندهم النقط السوداء لي بالوار، حتى اللي على فكره حتى اللي عندهم التجاعيد، قلت لكم التجاعيد راها زعما راه واحد النتيجه غزاله، ما كيختفوا التجاعيد، جاتكم تبعوا على 3 شهور هكاك وتبقاو تبعوه دائما، ما كاين حتى شي مشكل، ما غتعود عليه البشره ما كاين حتى شي مشكل، ما تخافوش منه، الا المراه الحامل ما ديروش، واللي كترضع ما ديروش، ما تحاولوش ديرو يعني في هذه الفتره هذه ما ديروش. وكاينه حاجه اخرى ثانيه بغيت ننبه عليها، بالنسبه اللي كيحيدوا الشعر يعني بالليزر او بالخيط او باللاصيق او بالشمع، ما تحيدوش الشعر وديروا الديفيرين، راه غتهيج لكم البشره وغتوقع لكم مشاكل في البشره، غتحرق لكم البشره وغتولوا شي التهابات ونولوا في شي حاجه ماشي هذيك. المهم الا كنتو كتحيدوا الشعر
غتوقفوا اسبوع ما ديروش ديفيرين اسبوع كامل عاد باش يمكن لكم ديروه حتى البشره ترتاح ديالكم عاد باش بامكانك الساعات ديروه ما كاين حتى شي مشكل. المهم غتبعوا هاد الخطوات وكنركز على حاجه واحده، الترطيب الترطيب الترطيب، لان الترطيب راه هو اللي تيعطي واحد النتيجه زوينه من بعد التقشير ديال البشره. المهم اللي بغى يدير قلت لكم ديفيرين جيل تيجرب ديفيرين كريم عاد باش يدير جيل ما كاين حتى شي مشكل. اما باش ديروا الجيل من المره الاولى لا، لان الجيل اقوى من الكريم، اقوى من الكريم، لهذا هذا ممكن يديروا جميع انواع البشره كما قلت لكم، راه رخيص وعنده فعاليه زوينه. ماشي الواحد غير يديروا اول مره يقول لا راه ما وافقنيش ولا ما دار لي حتى شي نتيجه، اي حاجه كتبغي الوقت، اي حاجه الماكسيموم، راه قلت لك راه هذه 3 شهور هذه الماكسيموم ديالها بتعطيكم نتيجه زوينه كما بغيتوا، وراه كيصفي البشره والله العظيم، ولي بانواغ كيحيدهم وكيجبد البشره، يعني راه فيه نسبه الكولاجين فيتامين اي راه زعما مفيد بزاف. ما عرفتش انا الاطباء كيركزوا غير على حب الشباب صافي، يعني تواصلت مع شي بنات في الفيس شي اخوات وقالوا لي انه وصفها لي من الطبيب وقال لي غير الحبه تحطوها غير في الحبوبه صافي. انا لا، انا قلت لهم لا، راه هاد الكريمه كتحط على الوجه كامل، يعني كاين واحد الكريمه واحد اخر عندي ولكن باش نشاركو معاكم، علاش انا اللي عارفه ما غاديش تلقاو هنايا، لهذا انه توا بحال يعني اعلى فعاليه من هاد الديفيرين، لهذا باش نشاركو معاكم لان عارفه ما غتلقاوش هنايا. لهذا الديفيرين انا قلت لكم راه زوين، ونغسلو بالصابون مع الصباح من فيقو، نغسلو بالصابون اي صابون بغيتو. بالنسبه لي انا كنغسل بواحد الصابون انني صايبته بوحدي، هو طبيعي صايبته بوحدي بمواد طبيعيه، ان شاء الله دابا نشاركو معاكم وتبقى بالطريقه هذه، يعني احجام صغيره كتوفروا الصابون ما تخسروش. ان شاء الله دابا ندير لكم فيديو خاص بهذا الصابون نشاركو معاكم، لانه زوين طبيعي خالي مواد كيميك داك الشيء غزال بزاف. المهم غسيل الصابون راه كيبقى اللي بغيتو نتوما، اي غسول بغيتو اي حاجه بغيتوها ديروها بوحدكم. المهم هذا الكريم كنصحكم به استعملوه، اي تساؤل اي حاجه بغيتو تعرفوها تنقول لكم خلوها ليا في التعليقات، ومرحبا بكم العين والراس ان شاء الله غادي نجاوبكم على اي استفسار. هادشي بالعكس انا كيفرحني بزاف الا خليتوني تعليق وسولتوني، هادشي كيفرحني انا بزاف بزاف. المهم لا فيديو ديالنا اليوم غادي يعني شرفنا على الانتهاء ديالو، باش نطول عليكم، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، واللي مازال ما شارك في القناه ديالتي شارك فيها مرحبا بيه، وما تنساوش تبارطاجي الفيديو ديالكم فيديو ديالي ديالي وديالكم مع الاصحاب ديالكم الاحباب ديالكم ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. المهم ديفيرين على حسابي، ديفيرين استعملوها هي ماشي دعايه لديفيرين، انا ما كنعرفش مصنع ديال ديفيرين. المهم ديفيرين ديروها البنات الشباب الاولاد اللي عندكم مشكل بشره ديالكم ديروا في ديفيرين على حسابي، ولكن تبعوا الخطوات اللي قلت لكم، تبعوا الخطوات اللي قلت لكم، الغسيل البشره الترطيب وهاد الثلاث الحوايج، وليكرون اللي خرجتو اللي خرجتو بالنهار، ليكرون اللي خرجتو بالنهار لان البشره كتحرق عافية اتونسيون. الترطيب ماشي غنترطبو غير مره واحده، رطبوا ثلاثه مرات في النهار ما كاينش مشكل، رطبوا البشره ديالكم وغتشوفوا التقشير راه غيعطيكم واحد النتيجه، يعني راه نقول لكم 3 ايام الاولى 4 ايام الاولى غادوا تشوفوا البشره كتقشر وداك الشيء غزال، وان شاء الله غتشكروني على هادشي اللي شاركت معكم هو كريم ديفيرين. حبيبي اشرفنا على نهايه الفيديو، ان شاء الله نلتقيكم في فيديو جديد وموضوع جديد ان شاء الله. والمهم اذا عندكم اي سؤال اي استفسار وبغيتوا تعرفوه بخصوص الكريم ديفيرين، ما عليكم انكم تخلوا لي تعليقاتكم وتساؤلاتكم في التعليقات ان شاء الله، وانا على راس العين غنجاوبكم باذن الله. ودائما كنقول لكم ما تنسونيش من الدعم ديالكم التشجيع ديالكم، لانه بكم نتوما باش انا غاديه كنزيد القدام وكنتشجع وكنقدم ما هو افضل وما هو احسن باذن الله. خليتكم في امان الله وحفظه، الى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله قريبا.